واحد من افضل اللاعبين والمهاجمين اللي جم في تاريخ الكره المصريه الاسم الكبير كابتن محمد ناي جدو مدرب فريق بيراميدز. يا كابتن محمد مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. ربنا يخليك يا كريم، ووحشني ودايما كده متواجد للتدرج ان شاء الله. حبيبي الف مليون مبروك الفوز النهارده، انا عارف ان هو فوز صعب قدام فرقه مجتهده جدا، فريق انبي عنده لعيبه وعناصر ومدرب محترم جدا. اكيد طبعا، الحمد لله. 3 نقط مهمين جدا. يمكن كنا عارفين انها تكون مباراه صعبه، نادي انبي من الفرق الجيده اللي هي مستقره من الموسم اللي فات مع المدير الفني الكابتن تامر مصطفى. يمكن هم عندهم نقطه من ماتشين وخسروا في الكاس من النادي الاهلي الماتش اللي فات، فكنا يعني كنا عارفين انها تبقى مباراه صعبه، لكن الحمد لله الشوط الاول قدرنا ان احنا نجيب جون، وقدرنا الشوط الثاني ان احنا نقدر نحافظ على الجون، وطلعنا ب3 نقط اهم حاجه يعني. الحمد لله. البدايه بتعادل امام النادي الزمالك في اول مباراه، قلقتكم خوفتكم وانتوا داخلين رايحين تنافسوا على لقب الدوري، ولا كونها مباراه امام نادي الزمالك فالامور عدت عادي؟ لا بالعكس، تعادل زي ما قلت، نادي الزمالك برضه نادي كبير، بيمر بمرحله صعبه دلوقتي، مفيش مجلس اداره موجود حاليا، ما عندوش استقرار، قيد مقفول، مش عارفين يجيبوا لعيبه، لكن يظل نادي الزمالك نادي كبير يعني. لكن مباراه يمكن لو كنت شفت مباراه الزمالك كنا احنا لحق ان احنا نكسب المباراه يعني. صح. الشوط الاول خصوصا جات لنا كذا فرصه، كان ممكن الشوط الاول نطلع كسبين 2 او 3، كان خلاص المباراه تسهل علينا، لكن حال الفرق كبيره لو ما قدرتش تسجل اكيد هتستقبل اهداف، ده اللي حصل الشوط الثاني يعني. نادي الزمالك جاب جولين في 5 دقائق، فقدنا التركيز شويه في 5 دقائق، فنادي الزمالك قدر ان هو يجيب جولين، فكان الحمد لله قدرنا ان احنا نرجع جول رمضان. لكن لا، النتيجه ما قلقتناش ولا حاجه، مركزين، الدوري لسه طويل، اول مباراه في الدوري يا كريم. فلا فاشتغلنا والحمد لله، سيبنا بعديها البنك الاهلي والنهارده انبي ب2 كلين شيت. لا الحمد لله، اعتقد ان احنا ماشيين بشكل جيد. مهم جدا في بدايه الدوري ان انت تجمع نقاط، ان انت الدوري طويل وفي توقفات كتير جايه وعندك ارتباطات كتير جدا، فالمكسب بيجيب مكسب وبيدي ثقه، والحمد لله ماشيين في طريق سليم، وربنا يوفق ان شاء الله ونفضل ماشيين بالمعدل ده ان شاء الله. السؤال اللي انا كنت بساله وانت داخل معايا دلوقتي، هل بيراميدز دلوقتي في الفتره الحاليه جاهز للمنافسه على لقب الدوري؟ جاهز فعليا يعني انه ينافس على لقب الدوري، يبقى عنده الاستمراريه لحد النهاية انه ينافس على اللقب؟ اعتقد يا كريم ان النادي بيراميدز بقى 3 سنين بيحاول يبني فريق قوي ان هو يقدر ينافس بيه بشكل حقيقي على البطولات الموسم ده، واعتقد ان 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 الموسم ده والسكواد اللي موجود ده قادر ان هو يحقق المنافسه بشكل كبير جدا. يمكن الحمد لله عملنا صفقات جيده في اول الموسم مع اللعيبه اللي كانت موجوده معانا السنه اللي فاتت، الحمد لله يمكن عندنا سكواد دلوقتي تقيل، عندنا في كل مركز لاعب واثنين، الاثنين كويسين جدا زي بعض يعني. بتواجهنا مشكله ان انت من كتر اللعيبه الكويسه اللي عندك واللعيبه اللي جاهزه، فبتضطر غصب عنك ان في لعيبه بتبقى كويسه ما بتشاركش بسبب ان في لعيبه كلها فورمه كويسه واللعيبه كلها جاهزه، لكن ده مشاكل كل المدربين بتحبها لما انت يكون عندك كذا لعيب من نفس المكان كويسين جدا، فبالنسبه لك ما فيش قلق او اي حد يغيب او اي حد يكون موجود مش هيبقى، مش هتحس بفرق يعني، ان هو البديل بتاعه يعوضه يمكن يكون احسن كمان يعني. طيب بيراميدز عنده منافسه كبيره وصعبه جدا في دوري ابطال افريقيا هذا الموسم، بطوله جديده على بيراميدز ومجموعته كمان فيها فريقين متمرسين في البطوله جدا سواء صن داونز او مازيمبي، المنافسه على دوري ابطال افريقيا في نفس التوقيت تنافس على الدوري وعدد كبير كبير من الارتباطات، تحديدا دوري ابطال افريقيا، شايف بيراميدز يقدر يروح فيها بعيد؟ اكيد طبعا، يمكن دي المشاركه الاولى لنادي بيراميدز في بطوله دوري ابطال افريقيا، يمكن كنا عارفين ان الموسم ده هيبقى طويل ومحتاج يكون سكواد، عشان كده النادي عامل صفقات كويسه، لازم يكون عندك سكواد يستحمل كل المباريات دي اللي هتبقى موجوده سواء في افريقيا او في الدوري او في الكاس او كمان في سوبر، دلوقتي انت هتضطر تلعب 4 فرق دلوقتي هتلعب ماتشين كمان، فاعتقد الحمد لله يمكن القرعه كانت صعبه، المجموعه صعبه اللي احنا موجودين فيها، بتنافس فريقين عندهم تاريخ كبير في البطوله الافريقيه سواء صن داونز، احنا شفناه 2 3 سنين اللي فاتوا بينافس في كل بطوله بيدخل فيها يعني، بيبقى مرشح ان هو ياخد البطوله. مازيمبي يمكن حصل له من 3 4 سنين اللي فاتوا ما كانش موجود بشكل قوي، لكن الموسم ده ماشي بشكل كويس، يمكن هو دلوقتي لعب مباريات في الدوري 4 مباريات وكسب ال4 مباريات، عنده 12 نقطه،
فاعتقد ان مازيمبي راجع بقوه البطولات الافريقيه، لكن احنا عندنا طموح كبير جدا وكلنا ثقه في اللعيبه اللي موجوده ان شاء الله تقدر تعدي المجموعه دي ان شاء الله، ونقدر ان احنا ننافس على البطولات بشكل جيد. ابراهيم عادل والسهم طالع وماشي بشكل رائع جدا، حصلت له اصابه لسوء حظه يعني، ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله. ابراهيم عادل هيكون جاهز مع الفريق امتى؟ اكيد يمكن اتمنى ان شاء الله ان هو رجليه في الجبس دلوقتي. ابراهيم يمكن دي مشكله بتواجهنا دلوقتي تكريم، عندنا اصابات يمكن الموسم لسه في اوله، عندنا اربع اصابات يعني اربع اصابات جادين يعني، عندنا بوبو دلوقتي بعيد بقى له فتره عمل عمليه الافتاء، وعندنا ابراهيم عادل صاب الماتش اللي فات، وعندنا اسلام عيسى بالموسم اللي فات لسه مصاب. فاعتقد اتمنى ان شاء الله ان ابراهيم يكون موجود يمكن في الجبس دلوقتي، فك الجبس تقريبا كمان اسبوع او 10 ايام، ويبدا ان شاء الله يبدا يعمل التاهيل، وان هو يكون موجود معانا باذن الله رب قبل دوري المجموعات يكون راجع لنا باذن الله يعني. كابتن محمد ناجي جدو مدرب مساعد فريق بيراميدز، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، اتمنى لك كل التوفيق، واتمنى لفريق بيراميدز كل التوفيق في البطوله الافريقيه والمنافسه على لقب الدوري هذا الموسم. عامل فرقه محترمه جدا بيراميدز بصراحه، فرقه محترمه جدا.